مفهوم الإسلام التاريخي هذا مذهب يرتبط بالتاريخ كما هو مفهوم اليهودية أو اليهوديات التاريخية أو المسيحيات التاريخية المختلفة والإسلاميات التاريخية المختلفة التي هي مزيج من إنزال قيم الإسلام الأعلى في الأرض والتفاعل معها وصناعة تاريخ إسلامي خاص بهذه الجماعة أو بتلك الجماعة. ومن ثم فكل التجارب التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي تجارب إسلامية. التجارب اليهودية كثيرة هي تجارب إسلامية فيها الصواب والخطأ وغير ذلك، والتجارب التي جاء بها السيد المسيح والتي صار عليها الناس هي تجارب إسلامية، والتجارب التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي كذلك تجارب إسلامية. عندما نتحدث عن التجربة نتحدث عن بشر في إطار واقع تاريخي يصيبون ويخطئون وغير ذلك، ولا نتحدث عن مطلق وإنما نتحدث عن إسلام تاريخي.